الفنان وائل جسار موجود اليوم بمصر، حب انه يشاركنا فرحة العيد، حب انه يكون معنا ويخبرنا قديش تفاعل مع قصة جاد ويخبرنا شو مشاعره. مساء الخير وائل. مساء الخير إليك ست رابعة، مساء الخير لضيوفك الكرام. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد وإن شاء الله عام سعيد لو مقدم شوي. يا رب. بس إن شاء الله يا رب هيك بيكون لبنان بأحسن حالاته، مش مثل ما هلا نحن يعني بوضع يرثى له صراحة، يعني ووضع بيزعل وبينقذ صراحة. لا أنتوا الأمل، عطونا أمل. لا اكيد الامل موجود، اذا ما في امل ما بيعود في حياة يعني. طبعا الامل دائما بدنا نحطه قدامنا لحتى نستمر وان شاء الله نوصل لطريق بر الامان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وائل شو عم تعمل بمصر هلا؟ انا عندي حفله الكريسماس اذا الله راد بالفيرمونت نايل بلازا، ما بعرف مش عم بعمل دعايه بس انه انا وين يعني. وراس السنه حكون بمصر يعني. تابعت حاله جاد وائل؟ سمعت بوضع جاد اللي كنا الريبورتاج اللي عرضناه الطفل؟ والله لا اعذريني يعني ما بعتذر، ما كنت على السمع يعني. ما كنت على السمع اكيد لانه يمكن منك قادر تشوف. جاد طفل عمره 8 سنين اصيب بالسرطان، هيك كمان المشاهدين اللي ما تابعوا يرجعوا يتعرفوا على حاله جاد. سلامة قلبه وسلامة. اصيب بالسرطان، شفى من السرطان، رجع المرض ثاني كمان مره لإله. اليوم جاد بحاجة لعملية، هيدا العملية ما بتصير بلبنان، مضطر يسافر على إيطاليا ليعمل هالعملية وتكلفتها 240 ألف دولار. عم نجرب الليلة نجمع هيدا الرقم إن شاء الله بفضل الخيرين، بفضل أهل الخير والمحبين، نقدر نجمع شيء. بتحب تقول شيء وائل؟ بدي أقول يعني بدي أقول له أول شيء سلامة قلبه وإن شاء الله أكيد بيرجع لأهله سالم، إن شاء الله تكون خاتمة المآسي عنده. وفي كتار مثل جاد للأسف بلبنان وبالعالم العربي إذا فينا نقول، هذا المرض الفتاك اللي عم بيأذي ملايين البشر وخصوصا عنا بلبنان، يعني مثل ما بنعرف قد ما في عنا كثير يعني البوليوشن تلوث عالي جدا، وبنفس الوقت قصه يعني الزبالة النفايات كله هيدا بيأثر على وضعنا الصحي بلبنان للأسف. بدي منك مناشدة لحتى لأهل الخير يساعدوا جاد وائل. أكيد أكيد يعني بتمنى من كل قلبي كل الناس اللي بتعرفوا لجاد واللي ما بتعرفوا اكيد تكون حده، وان شاء الله اكيد رح نكون نحن حده باذن الله. ويا رب يعني الله يعطيه أدنيته لانه هو طفل بريء، فاكيد بحاجه للايادي البيضاء اللي ان شاء الله يكون حده بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله وائل، نتمنى لك كل الخير يا رب وإن شاء الله ترجع لنا سالم. الله يوفقك، ميرسي كتير وميلاد مجيد لك. ينعاد عليكم جميعا. شكرا لك.